ونتساءل معكم دكتور غازي، ماذا نستطيع أن نقدم لفلسطين في هذا الشهر المبارك وهذه الأيام المباركة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني أنا سعيد بأن أكون معكم هذه الليلة المباركة، ويعني أن أشارك معكم في هذه التغطية الطيبة لإخواننا في فلسطين. حقيقة في البداية علينا أن نحيي صمود وبطولات أمتنا وشعبنا في فلسطين، يعني على صمودهم الأسطوري في غزة وعلى بطولاتهم وعلى تضحياتهم التي هي ستحقق نتائج بإذن الله، نتائج التي نرجوها. سيكون هناك نصر مؤكد بإذن الله على هذا العدو الغاصب المعتدي الذي ما زال يحتل أرضنا منذ أكثر من 70 سنة. في تراجع يعني دكتور غازي، هل هناك تراجع للقضية الفلسطينية على مستوى وجدان أمتنا واهتمام أبناء أمتنا؟ هل هناك تراجع للقضية الفلسطينية؟ أنا أرى أنه ليس هناك أي تراجع، بالعكس الأمة يعني ما زالت حية ووفية لقيمها الرئيسية ولقضاياها الرئيسية، ومن أولى هذه القضايا قضية فلسطين. ليس من شك بأن الأمة ليس هناك تراجع على المستوى الرسمي، على المستوى الحكومي صحيح، لكن ليس هناك تراجع على المستوى الشعبي بحال من الأحوال. يعني هذا شيء أعتقد أنه مؤكد وواضح من خلال ما نراه على الأرض وما نراه على الساحة. لذلك يعني أنا أعتقد أنه سيكون هناك بإذن الله نتيجة هذه البطولات والتضحيات والصمود الأسطوري سيكون هناك نصر في الدنيا، وسيكون هناك نصر في الآخرة وأجر عظيم للإخوة الذين يضحون بدمائهم وبأجسادهم وبأرواحهم. سيكون هناك لهم جنات وفردوس وعليين بإذن الله.